أسعدتم مساء أحبتي متابعي فضائية الأيام، وأنا ألتقيكم بيوم جديد من أيام المونديال في فاصل مفاجئ جديد. كوريا الجنوبية تفوز على البرتغال بهدفين لهدف في ختام مباريات المجموعة H، وترافقها معا للدور الثاني على حساب الأوروغواي التي تفوقت على غانا بهدفين وغادرت معها المونديال أيضا. وفي آخر جولات هذا الدور تتواصل آخر مباراتين فيه وفي المجموعة G الآن بين البرازيل التي ضمنت التأهل والكاميرون الباحثة عن إعجاز أو أصعب خياراتها بالفوز على راقصي السامبا، بينما تواجه صربيا المنتخب السويسري في مباراة الفرصة الأخيرة لكليهما، وهما لا يزالان يتبادلان الأدوار. أهلا بكم، أهلا بكم أحبتي مجددا. كان ذلك فاصلا لأهداف مباريات يوم أمس، ولمناسبة تأهل البرتغال دعونا نشاهد مجموعة من أهداف البرتغال في جملة مشاركاتها السابقة. أهلا بكم أحبتي مجددا. تتواصل أيام المونديال ونحن معكم نتواصل في برنامج أيام المونديال. رحبوا معي بضيفي الدائمين في الاستوديو. خليني أسميك شيخ المحللين العراقيين، ليس سنا يعني خبرة. بارك الله فيك حبيبي وعلي. وأرحب أيضا باللاعب الدولي السابق والمحلل الكروي أستاذ الرائع صدام الرائع. أهلا بكم. قبل أن أبدأ، صربيا 3 سويسرا 2، يعني صربيا مع البرازيل راح نستمر بها أثناء أول بول. أي أول بول شي يجيكم ونعيم يزودني ومازن السريع يزودني. لنذهب إلى البرتغال 1 كوريا 2، تأهل برتغالي برغم الخسارة، كيف قرأت المباراة؟ طبعا ده من أروع ما يمكن للفريق الآسيوي الشرق الآسيوي اللي هو الفريق الكوري. الفريق الكوري دخل في مرمى في أول 5 دقائق هدف، بقى يلعب كرة قدم للدقيقة 91 لم يأس، هو جاب التعادل، لكن كانت أكو إرادة عند لاعبيه. يمكن الفريق الكوري، ويمكن هذه أول عام لكأس عالم أنه 3 فرق آسيوية تنتقل للدور الثاني من آسيا. يمكن راح نراجع كلها من شرق القارة، من شرق القارة يعني باستثناء الفريق الإيراني والفريق السعودي. ورغم أنه حتى الفريقين الإيراني والسعودي قدموا اللي عليهم، لكن اليوم مباراة اليوم قلت لك دخل في مرماهم في أول 5 دقائق هدف، لكن الفريق من الناحية التكتيكية ظل فريق محافظ ولو على نتيجة 1-0. نقدر نوصل إلى مرمى الفريق البرتغالي؟ بالفعل وصلوا. المباراة كان سجال، يعني ممكن قد يكون من ناحية الامتلاك الكرة الفريق البرتغالي هو أكثر سيطرة على المباراة، لكن تكتيكيا لا، كان الفريق الكوري يعرف كيف يدافع وكيف يهجم، وأنهاء بوحدة من أجمل الهجمات المرتدة، وبالأخير راح نسولف عليه. قبل ما أنتقل للنعيم، يعني حتى يعني لا نريد أن نبدو كمان يعني في شرق القارة دون غربها. السعودية مجموعتها جدا قوية، والمنتخب الإيراني تعرض إلى ضغوط كبيرة قبل وبعد، يعني قبل وأثناء البطولة بسبب وضعه في هذه المجموعة اللي يريد نبتعد عنها. نعيم، شو شفت كوريا البرتغال اليوم؟ يعني أستاذ حسين، أعتقد كانت مباراة نوعا ما أنه الفريق البرتغالي كان عنده نوع من الاطمئنينة، لذلك حتى لو نشاهد تشكيلته اليوم كانت خالية من هيريو فرنانديز، أيضا لاعب فيليكس من اللاعبين المؤثرين اللاعبين الأساسيين، كثير من اللاعبين حقيقة راحهم. حتى لو نرجع للمباراة، رغم أنه يعني البدلاء ما يقلون أهمية عن اللاعبين اللي أشركهم، هاي تشكيلة المنتخبين بإمكان نعم هم هو الأسلوب اللي لعب بالبرتغال اللي هو 4-3-3. الفريق الكوري لعب بأسلوب 4-2-3-1، هذا الأسلوب اللي هو معتاد عليه بالارتكازية الاثنين اللي ممكن هم يكونون خط الدفاع بالنسبة للهجوم، بيتكون من رونالدو وأيضا ماريو وهورينا. هورينا اللاعب اللي يسجل هدف بالدقيقة 5. أنا أعتقد أنه الفريق البرتغالي نوعا ما دخل بأريحية باطمئنان أكثر من المباراة السابقة، بحكم أنه قدر يتفوق في المباراتين السابقة أنه ضمن التأهل.
ضمن تأهل على نسبة كبيرة أنه يفكر في وبطل إلى نسبة كبيرة ويفكر أنه بالمراحل المقبلة كيف ممكن الفريق اللي دور 16 اللي يلاقي. لكن بنفس الوقت ما نريد نبخس حق الفريق الكوري مثل ما قال كابتن خلف، لعب بنفس النظام ونفس السيستم اللي بدبي، لعب نفس رغم أول 5 دقائق سجل بهدف كرات أكثر من كرة خطرة، يمكن 37 كرات كثيرة خطرة كانت للفريق البرتغالي، لكن حافظ على نفس النظام ونفس السيستم، قدر يبادل الفريق البرتغالي بهجمات كثيرة وقدر يحصل على التعادل بالدقيقة 26. نوعا ما أنا اختلفت التفاصيل عند المنتخبات، المنتخب البرتغالي مع المنتخب الكوري. هنا جار الفريق الكوري الفريق البرتغالي في الشوط الأول، قدر أنه نقول طلع من خانة الخوف، تحرر نوعا ما، صارت عنده حرية بالتحرك إلى الأمام والهجوم على الفريق البرتغالي. خلف أثرت نقطة غاية في الأهمية، ربما كانت يعني لم تمر بخلدي، 3 منتخبات آسيوية لأول مرة في الدور الثاني، يعني ما لم أبحث في مدونات التاريخ، ولكن أظنها للمرة الأولى. أعتقد للمرة الأولى. هي المرة الأولى. المنتخب الكوري يعني نعيم باوع للفن، وأنا أريد أسألك أيضا بجانب الفن، تدخل وأنت بحاجة لانتصار على البرتغال، مستأهل. والبرتغال واحد من مرشحي البطولة، يعني إحنا من نتكلم على كوريا وضعنا وين بآسيا صار؟ لا خلاص. منو إحنا؟ منتخبنا. نتكلم على الكرة العراقية؟ لا إحنا بعيدين جدا، إحنا منحدر بياني في نزول، يعني خلينا نرجع ويا الكابتن اللي أنا وشارك تصفيات كأس العالم 94. أنا أقول من 94 من طلع و خلاص انتهت وتفلشنا من 2-0 على كوريا الشمالية نفس الوضع الآن إلى 3 يمكن نفس الذكريات، ينتظرون الفريق الكوري كانوا شلون ينتظرون نتيجة هي إيه هواية لا أنا أتذكر يعني هاي أول شيء يعني الجمهور العراقي يعرفها، ولا أريد أن أستغل وجود النجم الكبير نعيم بياناتنا وأتحدث، بس هي 2-0 للعراق والعراق رايح الكاس العالم، طلع المدرب النعيم نزل لاعب بديل وخسرنا 3-2 من كوريا الشماليه. ابو علي هاي اخطاء المدربين. احنا شو نقول؟ اريد انا اي خلينا نرجع على اليوم، عندك 2 من شرق اسيا من يتفوقون على اسبانيا وعلى المانيا وعلى البرتغال. هسه مهما كان البرتغال لعب بالتشكيل الاحتياطي بالفريق اليوم الفريق البرازيلي هم اللاعبين كلهم على مستوى على مستوى اليوم 7 لاعبين يعني يشاركون بالمباراه من بدايه المباراه، لكن من تحس بيهم تقول هذا فريق ايضا مؤهل لكاس العالم، يلعبون افضل انديه الاوروبيه افضل الانديه الاوروبيه. ولهذا انت اللي اثرت نقطه غايه بالاهميه، وانا اتمنى كل الاخوان يسمعوها. تدري شنو هي؟ انت قلت هاي امم، خلينا نجي للأم الكورية والأم اليابانية، ما عندهم تجنيس، أبنائهم هم. نعم. فما نشلون. نعم. اليوم من نتكلم عن البرتغال هي البرتغال، أوكي. نعم. برازيل هي البرازيل. نعم. بدون أن يكونون هناك لاعبين أجانب. نعم. هم أبناء البلد، يقدمون حتى أحيانا يعني اليابان حتى كادره تدريبي ياباني. ياباني نعم. بالنتيجة يقدمون مستوى عالي، يمكن أنا وياك لكون انت مثلا تحب الفريق غانا، وانا وياك متفقين انه غانا برازيل القاره الافريقيه. من لعبه غانا مع كوريا، يمكن انت في لحظه من اللحظات نهايه المباراه ما شفتها، قلت لك ابو علي الربع ساعه الاخيره نصبوا خيمه في يعني الكوريين كان بامكانهم يفوزون على غانا على الاقل 4-5. ما انا ما اريد اروح الى مقاسات المباراه الوحده، يعني مرات الدلائل ما تعطيك يعني صحيح. يعني الارجنتين من الخساره الاولى والسعوديه في الصداره الى الارجنتين يتصدر المجموعه والسعوديه مو بس تغادر تتذيل المجموعه. يعني هذا الفرق، ما اريد اروح الى هذا الانطباع. سجلت في الاجنده الفنيه للاداء الكوري هناك، يعني مثلا لقطات سديها مازن السريع ان شاء الله والاخوه في الكنترول، يعني هذا الشوط الاول سريع جدا مازن السريع. مازن السريع بعدك ما كملها بعد ما كمل راح اسميه مازن بيب. تحيه للزميل المعد المساعد مازن السريع والاخ المعد الاخر علاوي احمد. نعم تفضل استاذ نعيم. يعني قلت لك الاستاذ علي حسين، يعني نفس النظام ما اخذتهم الرهبه الهدف اللي اول 5 دقائق اللي سجل عليهم،
وقدروا يجيبون هذا الهدف. هذا الهدف كابتن إيه هذا الهدف اول خمس دقائق هذا يعني هذا المدافع إلتو من لاعبين مميزين جدا يعني تكتيك عالي بالهدف نعيم اعتقد انه كره طويله من بيبي مناولتين وصل مناوله واختراق فردي وايضا المناوله للجانب يعني مو عفويه لا 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 شال راسه واثنين يمه شاف المستري مدرب الكوري شوف التزديد. المدرب الكوري فوق اعتقد مطرود شوف باع شاف اثنين يمه الزاويه لعرض التسديد هي هاي الجول يمكن اعتقد هي كرة مباراه احدى المباريات تحدثنا انه الفريق احدى الفرق اللي تحدثنا عليها من الفرق يمكن اعتقد في فريق كندا كان يوصل لهذه المناطق وما كانت النهايات تكون محسوبه نعم. شوف كره واحده للفريق البرتغالي حسمها وسجل هدف وبقى هذا الهدف عليه يعني انا اعتقد المسات الاخيره هي اللي تحسم المباريات وكثير من المباريات تحسمها نعم شوف هذا الهدف سونغ اللاعب المميز اللي كان هو التعديل بالدقيقه 26 هو العلامه الفارقه عكس اعتقد اليوم ما اريد نتحدث عن رونالدو اللي اعتقد انه اليوم هو كان هذا الهدف الملغي الهدف اللي سجل اعتقد انه اكثر أسوأ مباراه نقول غير محظوظ جدا في هذه المباراه رونالدو لو حاسمين الاهداف اعتقد هو اليوم نفس الموقف اللي كان بيه لوكوكو انت ذكرته نفس الموقف اعتقد اليوم فرص اللي ضاعت على الهدف. رونالدو حطه بظهرك نعم هو ايضا يعني الهدف اللي سجل يشبه الى حد كبير الهدف الملغي هم سبب رونالدو يعني الكره بظهر رونالدو ورجعت نعم. والفرص اللي اضاعها رونالدو لحد خروجه في الدقيقه خرج رونالدو بالدقيقة 64 يمكن رونالدو ضيع حوالي 3 فرص إلى 4 فرص محققة يعني حتى المرمى نعم ارتكاز وتتابع المهاجمين يعني لوكاكو هم شلبت له واليوم رونالدو هم شلبت باوي الحالات اللي موجود يسرن قدامك خلف هاي أنا أشوف مفارقة غريبة كرة شرق آسيا يعني تتذكر كنا اللاعبهم حتى في مرحله ما قبل جيل نعيم كانوا قصار القامه ولا يميلون الى الكرات العاليه كنا ناخذها منهم اهداف كوريه بالراس اليوم بالراس شوف كل الكرات اللي ترفع مع الروس ما بيها استغراق للزمن عاليه بيها مسار ولهذا هم يسبقون المدافع هي صراع يروحون للكره يسبق المدافع ما تلقى الكره الا رايح جول يعني الشغله محسوبه وهي بالجو اكيد اكيد هي اكيد فشوف هذه فرص رقم اوف سايد هاي هذه فرص اوف سايد هذه راح ناخذها مع زيناها اللؤي بناء على طلب من اللي وعدنا سوالف نعم فهاي اوف سايد انت مسجلت عليه لا لا اوف سايد لا ما مسجل عليه بس لا لا بعد فرص يعني بس هاي فرص بالدقيقه 39 كثير بالدقيقه 37 41 الى يمكن اخر فرصه للفريق البرتغالي 42 بال 43 هل يعني طابع المباراه الاسترخاء الذي يعني ضمان النقاط الست يعني افضل لهذا الاداء من رونالدو ورفاقه في الميدان لا مو هو يصير شعور عام لدى الفريق انه انا فريق انا متأخر. اول انا اخسر اتعادل خلاص إيه؟ انا اول حتى المدرب يعني يصير عنده هذا انه اللاعبين يتخوف على الاصابات يريح اللاعبين قلت لك انا اليوم افضل اللاعبين اللي موجودين هم اللي يخلقون الفارق فليكس وايضا هرنانديز مقعدتهم ما ملعبهم ما اشركهم يعني المباراه رغم انه شفنا اليوم لاعبين رقم 21 من لاعبين مميزين جدا هذا 16 لاعب من اروع ما يكون هاي رونالدو هاي اللي اقول انا خالي يعني اليوم ما كان محظوظ وما يعني شو ما اخذها يعني لعبها غير محظوظ شوي راسك علي من لو قبل سنوات هسه راح ترتد من حارس يعني كان رونالدو شوف راسه شوي على اليمين بس قبل سنوات كان رونالدو هذني يتمناهن يعني من نصف هذه كان يسويها الاهداف لكن اعتقد انه يعني هذا الاسترخاء خلف ما ينطي ايحاء يعني احنا ضد يعني خلينا نتحدث بلغة المدرج بلغة المتابع لأننا من أجل المتابع والكرة ومجمل أشياءنا مجمل يعني أي فضاء إبداعي من دون المتلقي لا قيمة لك صح يعني ألا يدور بخلد أحد يعني ما يمر بذهن الواحد مثلا أنا البرتغال وفايز نقاط أول دخل أخذ كوريا شكو جايب الأوروغواي وغانا وياي لي فوق أعتقد أحيانا يفكرون هذا التفكير وأحيانا ما يفكرون تعتمد على طبيعه انه انا اخشى على الخصم اي
أنا أدور على الكاس ما عندي مشكلة، بس هذا ليه لحقني واحد قوي؟ لا يجي لا يجي لا يجيب الأوروغواي يتعبني أجيب غاني وبعد بس وبعدين أكو مسألة مهمة جدا وهي. يعني اليوم يا كوريا يمكن تروح البرازيل وين ما تروح بس الأهم من هذا أبو علي إنه أنا عندي أنا كمدرب عندي 23 لاعب مسجلين وياي يعني. أنا ما محتاج بالتصفيات أظل مشارك ذول ال 11 وبدل ثلاثة أربعة أنا عدي على دكة الاحتياط بدلاء يعني اليوم رقم 26 هسه مارتينيلي اسمه جابرايل رقم 26 بالفريق البرازيلي بعد ما تنتهي بعد ما تنتهي هاي المباراة واحد من موهبة كرة قدم البرازيلية أي. لاعب هسه راح تشوفه أنت وراح نتكلم عليه مستقبلا إذا الفريق مرات اللاعبين اللي موجودين ياخذون فرصته مازن يقول الشوط الثاني أريد الكابتن يعني أنت ها أيه. احنا هذا طبعا اي سونج اللي هو يعتقد هو اللي خلق الفارق بالمنتخب انا وين تقول له المازين أيه. اكو هدفين الهدف الاول للفريق البرتغالي اللي اجى بالدقيقه 5 اذا يسمعني الاخ مازن والهدف اللي اجى بال91 وراح نتكلم عليه اثنينين تدري ليش أيه. لانه الهدفين اجى من مناولتين أيه. يعني الهدف ال91 اجى من هجمه مرتده اللي هي نهت امال الفرق اللي بالمجموعة بس هنا الهجمة المرتدة أنا أعتقد هاي الهجمة المرتدة ما أعتقد هجمة مرتدة بمعنى الهجمة المرتدة اللي ممكن تعامل التعامل اللي يتعامل بيه سونغ في هذه رائع جدا من أروع ما يكون من أرقى ما يمكن ولا ممكن أي لاعب يسوي غير سونغ معي قاعدين أنا ياك قاعد أتفرج على هذا الجول مو خلاف ما موجود إيه؟ ضربة زاوية على كوريا قلت لك نعيم احسبهم وقفنا صورة بس 10 لزم الكرة عشرتهم منطلق سونغ يمكن على اليمين يم الزاوية يعني ده يدافع استلم الكرة واكو لاعب على الجزاء قلت لك بس دول متجاين وعشرتهم هناك هذول عود يعني شوي متدنين اخذها سونغ وبس هو وهذا اخر الكرة وانضغط من قبل ثلاث لاعبين اعتقد وقدر هذا الجول شوف هذا شوف كم لاعب كم لاعب شلون شوف بس هو وهذا الاجابه شوف شوف شلون مرر هاي؟ هذا الاجو يا من اللي ممكن يسوي هسه لو يرجع ليها يعني هو قال هذا اللي رات استاذ خلاص هو لو يرجع ليها من ضربه الزاويه يعني. خلينا نرجع على ضربه الزاويه وتشوف وخلينا نمشي وياه اي يا لا ارجع خلينا نرجع اذا ممكن اخ مازن ارجع وخذ النهاب البطيء لا خليه ارجع شويه ارجع يمكن الهايلايتس ما مساعدتها يلا خلينا ناخذها من هنا شوف هسه هو حاليا بالصوره ماكو احد نقول واحد واحد, واحد على اثنين راح لا هو راح اكو بعد لاعب اخر اي واحد لا هم هذا يعني راح يدخل واحد راح يصيرون اربعه صاروا ثلاثه وهذا المنان الرابع اوكي هذا اللاعب اللي سجل متاخر اجى وين متاخر الان هو دخل بين ثلاثه خلينا نشوف القادم من الخلف مشيها للكره مشيها للكره مشيها للكره هنا وصل هذا ترى ذكاء وقف الكره وقف هنا الان هو حول ثلاث لاعبين هذا اللاعب القادم من الخلف مراقب من ظهير اليمين الآن هو منين راح يفوق؟ من بين القدمين. خلنا نشاهد هاي اللقطة الأهم اللي هي منين مرر الكرة؟ إحنا عادة نقول كأنه دخلها من الإبرة خيط بالإبرة. مشي للحال. من بين القدمين. من بين القدمين هنا. ولهذا كابتن نعيم قالها قمة العبقرية. يعني لو قلت لولا لولا سونغ ما يصير جول لانه المستوى العالي والتفكير العالي اللي يمتلكه والامكانيه العاليه خلقت الفارق انه قدره الاثنين اللي هاجمت بهم كوريا على انه يخترقون اربع مدافعين من البرتغال بهجمه مرتده مع الحارس وياخذون ثلاث نقاط وياخذون ثلاث نقاط تأهلون من البرتغال ويصيرون ثالث فريق اسيا وهناك يستحق المنتخب الكوري وانت من البدايه انا يعني كان ما عجبوني بس انت قلت لي ابو علي هذول كل لحظه يكرهون لحظه الهدف انا ادعو المتابع يعني اللي يتابع ويانا او ما يعني في وقت لاحق بضربه الزاويه 10 لاعبين كوريين يدافعون هذا هو ها شوف واحد على الجزاء وهذا سونغ والكره اللي انقطعت يعني مو موجهه مجرد ابعاد الابعاد صارت انه السونغ الابعاد خلاص راح نسوي كاس 48 فريق يتاهل المنتخب منتخبنا ايوه يهذني او يعني حتى ذات هنا ايش راح نسوي هنا عندنا هذا الاصرار والعزيمه اللي يلعبون بها الفريق الكوري والفريق الياباني هذا السؤال الاهم
يعني فريق دخل قل للمازي خلي يطلع لنا الهدف الاول. انا اقول انا الاصرار موجود بس قل للنظام ينوجد الاصرار موجود. كلنا عندنا اصرار، كل اللاعبين عندهم اصرار وعندهم روحيه، بس قل هذا خططنا هذا النظام اللي ممكن يرسم والسيستم شغله بوقتكم. كنت انت بالاتحاد كان الشغل ارتب والنتائج افضل، وعندما ابتعدت لفترة يعني فترة تريد اسولف لا هي مجال مقارنة لا انا مطالب انا اقول لك انا اقول لك انا مطالب من ادارة القناة ومن مدير البرامج ان اسقط تجربة كبار المنتخبات وحتى المنتخبات الاسيوية على ما يجري لكرتنا، عسى ان نخلق شيئا لكرتنا. انت عضو اتحاد سابق ولاعب دولي سابق، اشتغلت بالاتحاد وانا سافرت وياك مع منتخب ناشئين، وكان هناك شيء في الكره، كان هناك شيء. بس خلينا نسوي له مقارنه حتى انا من تريد تعمل مقارنه مع تعمل لي مقارنه من مع من يعني مع اليابان مع كوريا ابسط مع فريق. كوريا خلاص اوكي، قل لي كوريا شنو اللي عندها من امكانيات ماليه واحتكاك بالعالم حتى تجي تقارنها مثلا بالدول العراق. ما الاحتكاك انت تصنعه؟ تروح الكوستاريكا وتنسحب منك تعوفه؟ الامكانيات الماليه استاذ حسين هذا الحديث يعني مو منصف، انه نتحدث عن امكانيات ماليه ضخمه تتوفر للفريق الكوري واليابان وشركات وعالم بعد المونديال بعدين اخذ تجربه ان شاء الله. خلينا نشوف هذا الهدف اللي انت راح نتكلم عنه. هذا الهدف، شوف باع المدافعين هذا هنا لا هذا لا هذا جول هذا جول شوف هسه هذا الهدف اجى بالدقيقه 5. لا هذا الهدف الغي الملغي هذا الملغي الملغي لا اريد الهدف مو الملغي بالدقيقه 5 الهدف الاول لفريق البرتغالي اذا ممكن مو عاده انا ما زل لكن استطردنا بالحديث بحثا عن حلول لكره الوطن. هنا بيبي راح يقطع يعني كره توصل للبيبي ها هذه كره واحده طويله الظهير اليمين اللي يعمل كل شيء واحد من ابرز اللاعبين بهذه المباراه. شوف كره من اسهل ما يمكن تعال هورتي دالون الى هورتي هذا الكره. ايش قد عمره بيبي قلت لي نعيم؟ بيبي 39 لا 38 37 اعتقد. عطاء مستمر مودريتش يعني ارقام هاي اسماء كبيره بها راح تغادر هاي يمكن راح اقول لك بهذا المونديال يمكن انا كنا نسولف انا اخوي نعيم قال قلت له بلجيكا هو الواحد تكلم على الاعمار مستوى الاعمار يعني معدل الاعمار اقل واحد كراسكو 33 اذا اليوم تكلمنا على الفريق الاوروغواي واللي بالمناسبه المباراه الثانيه راح نتكلم عليه هم معظم لاعبينه يعني كافاني سواريز وهذا جودوين يعني لاعبين هواي اغلب لاعبين. خليني انتقل الى تحليل المباراه الاخرى وطبعا دائما انتم جاي تتابعون وحده لانه ما تقدر تشوف اثنين من نوصل هنا يعني هاي ال 48 مشكله 48 هاي شلون راح تصير ما ادري تفكر 48 حتى يشرد الذهن نعيم يعني تفوتك تخطئ هنا يعني هوايه. الاورجواي غانا الاورجواي بهدفين لم تتاهل وتابعت وشدتكم انظار يعني او لقطات عن الجمهور شلون كان يترقب بالمكانين. الاورجواي 2 غانا 0 شلون تشوف؟ شوف غانا ضيعت فرصه من ايديها يعني دخلوا للمباراه عده 3 نقاط افضل من بقيه الفرق. نعم انت احنا راهنا انه غانا ممكن تاخذ البطاقه الثانيه. نعم اوكي من دخلوا للمباراه انا حسيت انه مو غانا اللي يريد المباراه، كانه الاوروغواي هم اللي يردون المباراه اكثر من حاجه غانا. سجلوا هدفين ايضا كان التعادل يكفي المنتخب يعني هذا المرض اللي اشار له سجلوا هدفين في اول 30 دقيقه. من سجلوا الهدفين احيانا انت في هاي المجاميع كلها راح يلعب الهدف الواحد. احنا شفنا المجموعه الواحده يعني هدف واحد يغير نتيجه فارق من اللي يصعد لان كلها مثلا كلها متساويه او كلها ناقص واحد. الان الفريق الاوروغواياني طيلة شوطي المباراة أضاع الكثير من الفرص حتى يسجل هدف آخر ويودي وين؟ للتأهل. لكن ما يجي الهدف ولهذا أكو حالة أشار لها الكابتن نعيم يعني كباني شوت كرة طلعها الحارس لسان حالة يقول لها أنت ليش طلعتها؟ آخر دقائق أستاذ حسين أنا أعتقد أنه المنتخب الغاني دخل المباراة لازم هو يعرف شو كان شو يريد من هالمباراه.
يعني نقطة. هو نقطة واحدة انه انت بالدقيقة 20 تضيع ضربة جزاء، يعني انت الفرصة يعني بيدك وراحت، انت اتيحت لك كل الفرص. منتخب غانا ستة نقاط، ست نقاط يعني. حتى لو نرجع للأحداث مالتها مشاهدناها، يعني فرص أكثر من 4.5 فرص. هذا تشكيل المنتخبين يمكن ما تابعناه. لا نعم، هو 4-4-2 الأوروغواني نفس الأسلوب اللي يلعبون ب 4-2-3-1 الفريق. يعني التشكيل الغاني الأول ولو هو ما ينطيك انطباع، لا لا هو يعني إلى حد ما غانا في التعادل، إلى حد ما هو أسلوبه يلعب بارتكاز اثنين أكيد، بالإضافة للمدافعين الأربعة الموجودين. الغاية منه أنه ألعب بالحالة الدفاعية أكثر ما هي الهجومية. أعتقد أنه حتى بعد ما سجل له علي هدفين، أنا أعتقد الفريق الغاني قدر يحصل على فرص كثيرة جدا. دقيقة 81 94 95 كان ممكن حتى يوصل للتعادل مع الفريق. في دارج القول إن لم تسجل يسجل فيك. نعم. وهاي ذكرناها، يعني حضرتك أشرت لها بالجزاء بركلة. نعم. إذا نقطة ركلة الجزاء هي المفصلية. ولو الوقت مبكر خلاص. تدري وين راح ترجعني؟ صحيح. دقيقة. تدري وين راح ترجعني؟ أنا أتمنى يبقى بقى التشكيلة. عبد القدوس كان بالمباراة اللي فاتت بطل المباراة. نعم. بال2010 سموا جيان. كان بطل افضل لاعب بالفريق الغاني، المنتخب الغاني. يا سبحان الله، التقوا بالدور ثمن النهائي مع 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 الاوروغواي نفس الحاله. سواريز طلع كره من الجول وانطرد بايده، واجا سمو جيان يسجل ضربه الجزاء اللي تنتهي المباراه وينتقلون لنصف النهائي الفريق الغاني. نعم. اصبح سواريز بطل قومي. الكره اطاح بها سمو جيان، انطرد هو، انطرد انطرد هو سواريز، وانطرد ضربة جزاء، لكن صدت الكرة وراحت ضربات الجزاء وفازوا الفريق الأوروغواني. اليوم مثل ما تفضل الأخ نايم، يعني أنت في بداية المباراة يا عبد القدوس وعندك ضربة جزاء، يعني شو تغير؟ تغير كثير من ملامح هذه المباراة. يعني اللي شو اللي يمكن أنا والأخ وياك، يمكن الأوروغواي هذه أسوأ نسخة لهم في تاريخ كأس العالم. سبقتني. لو تشوف العفو كابتن تحدث اليوم سواريز، إحنا شاهدنا هذه المباراة السابقة ما كان هو الأساسي. مو أساسي. مو أساسي. لعب بديل. لعب بديل. اليوم شارك أساسي، وأعتقد كان مؤثر جدا. حتى الهدفين كان من صناعة سواريز. الهدفين اللي سجل الأوروغواي من صناعة سواريز. هذه ضربة جزاء. يعني هذه هي مفصل المباراة. يعني خلينا نقول السبب الرئيس لل وهدرت. نعم، ما بها جزاء. نعم صانع والله العظيم. رجع اخذ راح للبار وشاف الحال واكدوها. خلينا نشوف الحال. ارجع جزاء. هاي لان ما شفتها نعيم باوعتها. انا حكم قاعد اعتب السيدين الحكم يقول هذا قدوس سبنع. ولهذا احنا عندنا يقول مال حرام ما تصير. ما صار اعرفها اعرفها تدور بذهنك. مازن السريع عنده موضوع يقول هذول حراس المرمى في هذه البطوله عمالقه، خلينا نسوي تقرير عليهم بس نشوف الحالات. لهم اختصاص بس ركلات جزاء. راح نعود لهم في حلقه ربما في يعني بعض اللي تكون اكو عندنا توقفات. خلينا نشاهد الاهداف توقفات للفريق. هذا اللاعب هذا سواريز طبعا. هذا اللاعب اللي سجل هدفين. واحد هذا الهدف الاول، يعني كانت المحاولة البداية من سواريز، ويعني كرة مرتدة بها فيها شيء من التوفيق. يعني يبقى سواريز لاعب خطر، يعني لاعب هداف. هذه الكرة كان هذا هم فلتها وهم طاح. يعني مدافعين اثنين يعني سوى طاح إلي لا الثاني خص الثاني نعيم، لأنه اللاعب هو الرقم 10 هي مرات المدافعين من شنو لعب طوبه. يعني من يفلت اول واحد الثاني من يفلت يقول مو بسببك انت حمل الاول. هذا الهدف هم ايضا سواريز. هذا اللاعب جواريان جورجيان اسمه جورجي، واحد من يعني حتى الهدف الثاني هدف جميل جدا. صعب تفوز بهدفين وباخر مباراه واربع نقاط وما
ما تتأهل. يعني هاي المباريات انا هسه مازن السريع اليوم ابطأ عليه بسالفه صربيا وسويسرا. ماكو ما مستحدثات ما جت بعد 3-2 لسويسرا راسا نجاوب. لا عفوا لصربيا. لا لا سويسرا 3-2 سويسرا. لسويسرا 3-2؟ لا صربيا. صربيا اميتروفيتش؟ ها اميتروفيتش التسعه. اي كان بس انت اذا تذكر المباراه ولو هي خلطت علينا. هذا ده سلمى النعيم يحسب لي والله فد مهدار يا اميتروفيتش. انا قلت لكم سويسرا انتم تقولون صربيا. انا اقول ارجع هسه اقول صرب سويسرا متفوقه. خطا من الزميل في الكنترول. اذا الان التاهل بيد السويسريين. صاروا سته يعني فوز من هناك. صربيا انت كنت يعني من والله من كانوا من المنتخبات اللي لفتوا نظرك. يعني انا اتذكر مباراتهم مع البرازيل اللي خسروا بها 0-2. هم خسروا لا مباراتهم مع الكاميرون. هم خسروا اول مباراه مع البرازيل. نعم. ايه لكن امام الكاميرون كانوا هم الاقرب الى الفوز. يعني نعم. انا اتذكر قلت لك ضيع المباراه المدرب متقدم 3-1 وما يدافع كان يلعب 3-2 لصالح سويسرا. ومثل ما انبأني السريع من اول مره وانا اخطات اخاف منه. عموما الفريق الصربي يعني يمكن ينضم الى قافله كندا. فريق لا يستحق المغادره. فريق قدم كره يعني والله لحد الان المباراه ما منتهي. ما التعادل ما يخدم. ممكن يعودون. اي التعادل ما راح يخدم. عموما هاي يعني مباريات المتغيرات الاخيره بس اللحظات هاي المباراه. نعم بشوطيها الاول والثاني وخاصه عندما وصلنا للدقيقه 85 في هذه المباراه راح تشوف حاله من الشجن. سواريز مغطى راسه ويريد يشد هدومه. نعم. لانه سمعوا سجلوا منه كوريا سجلت من الدقيقه 85 وكوريا خلصوا وظلوا يراقبون قاعدين بالمباراه يشوفون. طبعا اللحظات اللي شاهدوا بيها وهم بالملعب تدري كم فرصه ضاعت لفريق الاوروغواي حقيقه للتسجيل ومن ضمنها ضربه جزاء راح نمر عليه. جزاء نعم. هذا كافياني من وقع انت قلت هذا وكأن لسان حاله يقول هسه انت هاي صديتها شلك بيها وانت طالع هاي ضربه راس كانت. بس انا هاي اعتقد كان كله جعفر عمران على اليابان ما فرحتهم راح زينت اليابان نفس الحاله اقصت المنتخب بعدها صارت ثوره يابان. نعم صح تفوقوا على المانيا وعلى اسبانيا خلف لكن يرسم الاتحاد الياباني فيما يرسم. يعني انا قرات ذات مره لينال المونديال مع خمسينيات القرن الجاري. هم اكو هذا التخطيط. ابو علي اكو كلمه قالها رئيس الاتحاد قال احنا بال 2050 هو هذا قال بال 2050 ان شاء الله ناخذ المونديال. لا مو ناخذ بس ناخذ المونديال قال راح ننافس ما قال ناخذ البطوله قال راح ننافس الان خلينا نروح على ربعنا بالخمسين. هسه هو ايش قد عمره رجال عمره يجوز 60-70 سنه رئيس الاتحاد بالخمسين ايش قد يصير عمره 120 ما موجود بالحياه يعني راح يتوفى. اوكي نعم سنه الحياه الاقدار لله. سنه الحياه سنه نعم. الحياه الان هو ايش قد اكو اخلاص بالعمل للمستقبل تخطيط. يعني انا ما اريد ابين حسب لي انا راح اموت بس هاي امه هذا بلد هذا اسمه اليابان. نعم. اللي يجي يكمل مسيرتي. نعم. احنا مرات نحسب الانجاز لفرد وهاي مصيبه. اقول لك نعم حتى سوى قطع. نعم. الاستاذ حكى بموضوع التطور التخطيط البعيد. نعم. يعني هم اليابان بعد خسارتنا مع خسارتهم معانا بال 93 يمكن مو خساره تعادل يعني هي صارت لهم طلع بالهدف هذا هم خساره لهم لانه طلعوا من المونديال. تحياتنا لمهاجمنا السابق الدولي أكيد جعفر ابو عمران محمد. نعم الكابتن. يعني بعدها الاتحاد ما وصلنا انه الاتحاد الياباني اجتمع انه قرر انه يطلق دوري المحترفين وطلق دوري المحترفين بثمان انديه فقط. ثمان انديه الان اللي احنا لحد الان بعدنا ما طالقين دوري المحترفين ولا زال عليه الاعتراضات من قبل الانديه ومن قبل كثير من الناس اللي هم مصدين الوسط بالوسط الرياضي. من 93 انطلق من 94 انطلق الدوري مالهم محترفين بثمان فرق فقط. نعم اللي
وبعدها بداياتها تطور حتى المستوى الثاني والمستوى الثالث. كابتن اصبح مو كانت الفكره موجوده عند رئيس الاتحاد خليني بدي ولو بعشر فرق استاذ خلاص الفكره موجوده بس من الادوات اللي تنفذها تحتاج عوامل بيئه مناسبه حتى هذا الموضوع يمشي بالاتجاه اللي تتمناه. يعني بمناسبه الحديث عن التخطيط القديم البرازيلي من الخمسين اليوم سيطر على كاس العالم والان يعني هو بمناسبة تأهل البرازيل خلونا نشوف فاصل تهديفي حضروا الأخوة بالكنترول وبإشارة من السريع مازن عن أهداف الجوهرة السوداء اللي يمر بوعكة صحية يعني استذكار لهذا النجم الكبير لهذا النجم الكبير. نشوفوا فاصل من أهداف دونا سيمنتو أرانتيس بيلي اليوم لفت نظركم قضية تبادل الأدوار أدوار القلق بين الجمهورين الأوروغواياني والكوري وحقيقة يعني يعطيك انطباع كيف تتغير مصائر المنتخبات في لحظات من التسجيل. فاصل طلبتوه وتمنيتوه في وقت متأخر والسريع حظي لنا به إذا ممكن إذا ممكن يعني نشوفه شنو اللي لفت نظركم يعني أتذكرك بقضية تخصنا يعني ايه نعم. سولف عليه بعدين انا سولف براك لا هي نفس منتخب كوريا يعني حاله من الترقب كانوا اعتقد هم انتهت مباراتهم قبل لا تنتهي مباراتنا مع المنتخب الياباني فهم طالعين لل خلص انه لا خلص انه المباراه انتهت وهم خارج حسابات كاس العالم ايه دقيقه 90 دقيقه 90 سجل تحياتنا الكابتن ابو محمد سجل هدف يعني طلع بعدها شفنا شين الفرحة اللي عمت عليهم هو أثناء خروجهم وصلهم الخبر أنه العراق سجل هدف شوف شيء من الخيال يعني حقيقة حتى بعد المباراة المنتخب الكوري نزل إنك تعرف إحنا كل من نطابق نزلوا علينا نشوف هذه لقطات لحظات ترقب نعم أعود الخلاص بعد سونك شوف طبعا هذه المباراة بعد ما منتهي ذيجة الأوروغواي وغانا هنا دي ينتظرون حوالي تأخرت المباراة 8 دقائق هاي فرحة هذه هنا الفرحة هي ترقب ومن ثم إما فرح وإما حزن الحزن في البيت الأوروغوياني والفرح في نصف الملعب بس أكو شغلة مهمة يمكن خلنا نذكرها للأخوة أمس مباراة كوستاريكا ويا ألمانيا كوستاريكا تقدمت على من؟ على ألمانيا صارت 2-1 صارت قبل ما يخسرون الأربعة نعم لويس إنريكي مدرب إسبانيا يقول لو كنت أعلم بنتيجة المباراة أحد أعلمني بنتيجة المباراة كوستاريكا متفوقة لمت بالسكتة القلبية يعني أوت مو يقول أموت راح أموت لأنه احتمال طلعنا أنا لفت نظري قضية هم سولفت وياكم بها أردمر عليها في عجالة من سجل الهدف الثاني هدف الفوز اللاعب الكوري خلع قميصه ومن يخلع القميص انذار يندر صح. وفي حالة تساوي المنتخبات يعني لو مسجلين ذولاك هم متساوين بكل شيء وراجعين للانذارات وهذا القول يصير سبب في إخراجهم يعني خوش ملاحظ يعني تمر مرات يعني تحدث كل الأمور صحيح. عندما تتساوي المنتخبات يعني لك هالقد نقاط وإحنا متعادلين بلعبتنا وأنت مسجل ثلاثة وعليك ثلاثة وأنا يعني النزعة الآسيوية والشرقية ما طلع منها رغم أنه التطور هذا بس يبقى الاداء يعني الفرحه اعتقد كانت يعني كبيره جدا انه اخر دقائق 91 وسجل على اسبانيا مو شيء سهل اذا كوريا تمضي الى الدور الثاني برفقه البرتغال وبفوز على البرتغال وبمنتخبين اسيويين اخرين ويبدو ان شرق القاره تقدم كثيرا على غربها عن غربها الغرب احنا يعني بالزون الغربي الآن البرازيل والكاميرون إلى الآن متعادلين وسويسرا تتقدم وبهذا الوضع البرازيل وسويسرا إلى الدور الثاني وكوريا ستواجه البرازيل يعني أنا أقول لك فيهم فخر أنه راحوا الدور الثاني وما تدري كرة القدم اللهم يعني أنت منو كان يصور الفريق الكوستاريكي يقدم هذا الاداء امام اليابان ويحرج اليابان يطلع وحتى يسجل هدفين على المانيا على المانيا
والفريق السعودي تفوق على الفريق الالماني في كره الارجنتيني. انا انت احنا قلناها يمكن هاي البطوله التاريخ نوعا ما يعني ما كان هو الحاكم بكل التفاصيل. أنا اشارككم بكل التوقعات والمفاجات والمستديره والفار وهاي الفله، بس مال كوريا تغلب اليابان هاي سالفه. كوريا تغلب عفوا البرازيل. زين راح اقول لك شغله. لا زين العفو، انت كنت تتوقع مثل المانيا تغلب برازيل نهائي كاس الثمانيه او سبعه؟ لا نعيم كنت تتوقعها؟ لا مو هاي كرة قدم. نعيم انت هسه احنا عندنا لا لا عندنا مقاييس. قسما بالله واولادي دا يشوفون، قسما بالله انا كنت متوقع المانيا تفوز بس مو بسبعه. اي مو بسبعه. شوف او مباراه البرازيل والعراق بالاولمبياد، البرازيل وقاعد في 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 استوديو ريو دي جانيرو. ريو دي جانيرو انا وتحياتنا الى اللاعب الدولي السابق جبار هاشم. سالنا حمزه القريشي قال لي ابو علي البرازيل والعراق الافتتاح، قلت له والله هي يعني لو تعادل لو العراق يفوز. جبار هاشم تحياتي الى ابو علي ضحك عليه يعني قال لي ابو علي صدق تحكي البرازيل مو صح. انا مو انا لا مو متنبئ مو متنبئ صح انا مو متنبئ، ولكن المنتخبات الصغيره عندما تلاعب الكبار على ارضهم تحرجهم. زين ابو علي راح اقول لك شغله. سلام هاشم اسمع ما يخالف قل لي بها حتى ايه السلام. من كان يصور انه تونس تفوز على فرنسا؟ لا هي اكو معطيات عندك انت تبني عليها تبني عليها. خلي نروح خلي نروح. انتقل الان الى اللاعب الدولي السابق والمحلل الكروي الاستاذ سلام هاشم. اهلا ومرحبا بك استاذ سلام، انضممت معنا متاخرا انا اعتذر. ابدا مساله طبيعيه. اهلا وسهلا بك اخ حسين، تحيه طيبه للاستاذ خلف ولرفيق الدرب والصديق العزيز ابو جنه نعيم. حبيبي كابتن ابو احمد الغالي. ماذا في جعبتك؟ ماذا دونت من انت دائما تقول لي شو خلف كلهن قالهن بس تطلع لنهم بوحده قويه تطلع لنا بوحده قويه. شو كوريا 2 على البرتغال سلام. اي انا شوي اريد احكي بموضوع مهم جدا. يلا. يعني عام هو كاس العالم. المفارقه في هذا كاس العالم هي النتائج المفاجئه، يعني حقيقه حتى لما انسال في اي قناه اخرى او من خلالكم قمنا نتخوف نقول توقعات لانه المفاجات كثيره. بس نجي نحلل ليش هذه المفاجات. انا وجهه نظري واكيد اللي قاعدين يمكم ناس على مستوى عالي في كره القدم وناس راقين وحكيهم ما شاء الله. الآن من وجهة نظري هاي المفاجآت راح تختفي في الدور الثاني. ليش؟ نعم. في الدور الأول الفرق الكبيرة تفاجئ، يعني الفرق الكبيرة تفاجأت. ليش؟ لأنه أصلاً أدواتها مكشوفة للفرق الضعيفة. يعني إذا تيجي على منتخب فرنسا وتقيس كل لاعبيهم اللي يلعبون بريال مدريد وكذا ينشافون أسبوعياً والناس تتابعهم واللي يلعب باريس سان جيرمان سلام 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 فالفرق الضعيفة عيني الكاميرا بدها تفوز على البرازيل الدقيقة 92 1-0 هاي المفاجأة. ايه هذا شوف ايه احنا مثل اتفقنا البرازيل ايه الان بالادوار الاولى. شوف الرؤية عند الفرق الكبيرة عن الفرق الضعيفة قليلة. نعم. لكن بعد 3 مباريات وانتقالهم الى المرحلة الثانية الان تعرفوا معدوم فريق من المحللين ومن الخبراء والمدربين والله اعلم شو قاعدين على المدرج وشون يحللون الفرق اللي يتوقعون انه المجموعه اللي راح تقابلهم من اللي راح يصعد من هاي المجموعه حتى يقابل البرازيل او فرنسا. فلهذا الان اصبحت عندهم رؤيه من خلال 3 مباريات على الفرق اللي راح يلعبون وياها في الدور الثاني. فانا اتوقع انه المفاجآت تختفي بالدور الثاني. يعني شفنا حتى اليابان اللي فاجأ العالم في مع المانيا واسبانيا مع اسبانيا لكن فاجأت اليابان كوستاريكا. نعم نعم هذا يعني اللامنطق في يعني عندما تقرأ الموروث لهذه المنتخبات المتبارية فيما بينها. سلام يعني حتى مفاجأة مثلا بمونديال الشباب 89 المنتخب اللي انت وسلام بهم غلبت اسبانيا مفاجاه وغلبت الارجنتين مفاجاه. المفاجات تحضر في المونديالات. لا هي تحت المفاجات موجوده في كره القدم احنا يعني بس لانه احنا من كثر تكرارها
يعني صارت فد شيء علامه بارزه في هذا كاس العالم. انا اظن صوتي لك يعني تقل المفاجات بالدور الثاني لانه المنتخبات عندها فرصه. لا انا منتخب كبير عندي فرصه اخسر ويا السعوديه وبامكاني اخذ 6 نقاط واعود، ولكن في الدور الاقصائي وصلت الى طريق لا عوده. ها اي بالدور الاقصائي ماكو، فلهذا تشوف هذه الفرق الان صارت عندها رؤيه. يعني اللي الفريق اللي راح يلعب ويا كوريا التوقع هو البرازيل. نعم. الان البرازيل مسوي دراسه عن فريق الكوري، شافت له مباريات عن كثب، عرف نقاط القوه والضعف. نعم. فلهذا بالدور الثاني راح تشوف فرق بمستوى عالي مثل البرازيل احيانا يوقفون هذا المد اللي بمفاجات كان في الدور الاول. الاورغواي غانا 2-0 تحدثنا عنها بافاضه، اتمنى اسمع رايك. هي حقيقة اللي قال أستاذ خلف قمة الحقيقة، لأنه هو رجل خبير وبدون مجاملة لما قال لما نشوف المباراة وكأنه غانا ما جايين بروحية الفوز. فعلا يعني هم كان ما يسعفهم إلا الفوز، وشفناهم وصولهم قليل إلى الهدف، روحيتهم بالاندفاع الأفارقة مثل ما اتفقنا بالحلقة السابقة أنهم ميزتهم الاندفاع البدني. حتى هذا الاندفاع البدني كان في يعني كل ما أريد أشوف هذه المباراة أقول لا شنو هذه شيء أجمل خلي أروح، لأنه ما عندهم اندفاع، تحس وكأنهم استسلموا آخر 10 دقائق شوية حسوا على روحهم وكأنه. فلهذا تشوف الأورغواي حاولوا جهد الإمكان أن يسجلون الهدف الثالث حتى يستقرون، لكن ظلوا غانا يدافعون بمنطقة الزون ومنعهم من تسجيل الأهداف. ألفت نظرك أبو أحمد إلى قضية أنه يعني غانا إلى قضيتين تحدث به نعيم صدام. الأولى أنه دائما غانا كان يكفيها التعادل 4 نقاط ممكن أن تنافس على البطاقة الثانية، دائما المنتخب اللي يطب تعادل وفوز يسترخي. القضية الثانية أيضا هي ركلة الجزاء كانت مفصلية، ضاعت ضربة الجزاء وأصبحت إن لم يعني هذا المبدأ الدارج إن لم تسجل يسجل فيك. إحنا لاعبين كرة قدم ونعرفها حقيقة الوضع النفسي مؤثر جدا داخل الملعب. يعني ممكن هذا الإحساس ما يحس به الجمهور لكن نحس به إحنا يعني الإخوان الموجودين يمك والخبرة اللي مرينا بيها. نعم. نحس بها أحيانا. الوضع النفسي إلى دور، أنت لما تحس جاك هدف في بداية المباراة ممكن راح يخليك تلعب مستقر، تفكر انه توصل لمرمى الخصوم بحيازه هادئه بدون التحامات بدنيه بدون كذا، لكن من ضاعت ضربه الجزاء ولدت احباط عكسي عند الفريق الغاني، لانه تعرف انت فرصه في انه تسجل في مباراه تريد نقاطها، تفكر في ان تحصل على نقاطها، ولهذا ضيعت الفرصه الاسهل في بدايه المباراه فصار مردود عكسي على الفريق الغاني. سلام، ما اعتقد يعني شاهدت شيء من مباراه البرازيل الكاميرون نحن يعني في الاستوديو. أنا النتيجه يعني النتيجه الأول. مفاجاه لك لو الكاميرون كانوا مثلا افضل؟ البرازيل عادوا لي زمن الكره السابقه هو اللعب الجماعي. يعني دا نشوف انه الاداء المهاري الفردي بدا يذوب بالجماعي، ولهذا يعني بدلاء اليوم تعرف لعب فريق بديل كامل لعب المنتخب البرازيلي، نقل الكره باريحيه، وصل الى مناطق الجزاء، لعب كره قدم، دخل البوكس المربع الخطر، لكن ضيعوا فرصتين وخصوصا لاعب ارسنال اللاعب الشاب ما يعني ما يحضرني اسمه. نعم. لاعب مارتينيلي الخارج يسار. نعم. إيه؟ خارج يسار كان يعني ضيع فرصتين في البدايه كان ممكن تهد من قوه وعزيمه الفريق الاخر. يعني انا مضطر اختتم معك ابو أحمد وأشكرك جدا، ويعني على أمل أن يتجدد هذا اللقاء في الأدوار الإقصائية. تحياتي إليك. إن شاء الله، شكرا جزيلا. يا الله هذا الجول على البرازيل طردوه هم خلع القميص ماله، لازم ندار ثاني. خلاص هو بعد انطرد وانتهت ويا المونديال. وهذا أكو فت فقرة أيضا نعيم أنا سولفت أنا وياك بها يمكن عملية إلغاء البطاقات في الدور اللاحق يمكن انطت فد اريحيه للاعبين بنيل
انذارات مفرحه حتى طالما حتى وان كانت يعني ما اعتقد انه هذا من الصحيح انه اللاعبين انه يعرف انه يخلع الدريز وهو ببطاقه حتى وان كانت البطاقات اعتقد هذا تنم عن ثقافه مو كامله قله وعي انا اقول الاوروبيين ما سووها انا شايفك لا انا ما انزع ابو جنه ترى اكو عده طرق للاحتفال يعني احنا ما شفنا اوروبيين يعني ما شفنا اوروبيين شو سوى بجسمك انا اللي أي. يعني ما شفنا اوروبيين يزعوا مو شبيده بالما ما شفنا أوروبي. هو شبيده يعني شبيده شلون يعني شلع العلام انذار يظل يتشلب بهجومه هاي اهداف سويسرا الهدف الاول هذا الصربي هذا التسعه لا شكيره هذا شكيره سويسرا دقيقه 20 هذا التركي الاصل يمكن شكيره كان لاعب في ليفربول من اليسار الى اليمين بعد اللي حد الان لا ما كانت تسجيل اهداف طلع من ليفربول طلع انا قصدي يسجل عنده القدره على التسجيل كابتن الفريق هاي اللعبه انتم ما شفتوها ولا حتى مجرد يعني الان السريع هاي افاضات مازن السريع جزاه الله خير هذا الهدف الاول وبعدين راح يجي هدف التعادل اعتقد هذا الهدف الثاني هذا دقيقة 20 دقيقة 27 يجي الهدف التعادل. يعني مرات هذا اللاعب الاصلي الكاميرون نعم اذا تتذكر سجل على الكاميرون سجل على الكاميرون صربية تقدم يعني متألم على صربية تقدم صربية تقدمه بالدقيقة 35 هو هذا الهدف الصربي الاول هذا التسعة هذا صاحبك المتروفيتش أميتروفيتش هذا هو اللي هنا 44 اعتقد راح يصير التعادل كره براسه هذا الهدف جميل صار 2 اجمل من هدف ماكو لا الجميل شوف خلف التقاطع هو رايح ليداد وانعكس المهم خلي ان شاء الله يمكن هو سجل رايح ليداد على الزاويه البعيده شوف يا المهاجمين هاي المهارات الفرديه اللي وهذا الهدف الثاني الصربيه هم هو هذا لا مو هو هو شوي هذا يعني عنده هم افضل مكان بالفريق الاجنحه رقم 17 اذا تتذكر وال 18 وال 14 من جهه ال 14 بس خلف التسعه شويه اثر عليهم بال يعني اللعب الفردي هوايه والله ما احنا هاي مباراه بين وبين ما شفناها شفناها مباراه الكاميرون اي شفناها وهذا هدف الترجيح لا الهدف 44 دقيقه 44 هو هذا الهدف تعادل هذا التعديل تعديل هذا ومثل ما لا يمكن 44 هدف التعديل 48 هدف التفوق بس هذا المناولات مالته حلوه يعني كلش جميله طبعا هاي النتيجه راح تودي سويسرا لمرافقه البرازيل حتما اي ثاني لان عندهم ثلاث نقاط من هناك هذا الهدف هذا اللاعب الثالث هذا هدف هذا اللاعب الكاميروني شاكيري هدف جميل هذا نفسه بإعادة بس هدف جميل يعني تحس به هدف تكتيكي صناعة شاكيري واحد وان تو يا هذا جملة تكتيكية جميلة جدا سويسرا إلى الدور الثاني مع البرازيل صح يعني إلى حد ما تأهل مستحق يعني ممكن الفريقين هم كانوا أدائهم جيد جدا خلال المنتخب المجموعة يعني أي واحد يعني هاي المجموعة باستثناء البرازيل أنت ما تعرف من اللي يصعد منها الكاميرون يعني حتى المنتخب الكاميرون اللي حقق اليوم يعني كله حققت نقاط انتصار للتاريخ يمكن يعني أربع نقاط وما تأهل أربع نقاط وغالب البرازيل هذه المفاجآت هنا نقول التاريخ دائما مو ويا أصحاب انجاز لا ما لا يعني التاريخ يمكن الدكتور كريم قال التاريخ ما عاد يسعف اهله وخلف كريم قال التاريخ بدا يدون يعني يكتب اليوم من جديد يعني يعني التاريخ بعد ما ينفع بس هسه راح ننتظر هدف الكاميرون على البرازيل هذا الهدف انا تواقل اشوفه يعني مجرد ان يعني تسمع بس يمكن الكاميرون عندهم انتصار سابق في كاس القارات او تعادل مع البرازيل اتذكر هيك شيء اي اعتقد اي عندهم يعني عندهم تجربه كرويه يعني مثل مصر ايضا عندهم اعتقد بالاولمبيات من على مستوى هذا الهدف الدقائق الاخيره الدقيقه 92
سلام أشار إلى أن المنتخب البرازيلي بسبعة لاعبين أيضا جميل. هذا أبو جميل. أبو بكر هذا. هو هذا. إيه. هم نفس اللي هذا. إيه. كابتن. لا ما أعتقد. هو. لا لا لا. لا, لا أبو بكر بالهذا. بنيته الجسمانية. هذا كان رقم عشرة هذا إيش قدر؟ ما أعتقد. دخل يعطينا رقمه. رقم عشرة هاي كابتن. إيه هذا أبو بكر كابتن فيلم. هذا اللاعب احتياطي بديش المباراة وهو غير نتيجة المباراة. أبو بكر. كابتن الفريق هذا هذا يعني من اللاعبين القدامى محاربين القدامى بالفريق الكاميروني يمكن مباراتهم مع سجل لهم هوايه وصنع اذا هواية. تتذكر مباراتهم مع صربيا اول ما نزل سجل وصنع فرصه تذكره ولا اي شلون اي هو نفس اللاعب الان يعني في قراءه يعني ما اريد اسبق الاحداث ولكن يعني كوريا البرازيل يعني صعب مو صعب على البرازيل انا اعتقد رأي غريب ايضا صعب يعني فريق الكوري ما قدمه اليوم يعني شفناه نفس النظام نفس السيستم لكن ابو جنى قدمه كل المباريات مو بس باليوم اي انا يعني هو اريد اتناول طرحك ورايك يعني من وجهه نظر اخرى اتفق صعب على البرازيل لان ليس لكوريا ما تخسره ليس لديها ما تخسره هذا حاله من وحده من جاي لاعب البرازيل اخسر 1-0 2-0 3-1 3-0 انا خسرت مع البرازيل صح. وفي دور ال 16 وتفوقت على البرتغال خليني اروح بعد اذنك وارجع لك بعد انه لانه الاتصال مع حكمنا الدولي الاستاذ لؤي الصبحي وزودناه بثلاثة او وعدنا سوالف وياه وعدنا سوالف وياه تسمعني حكمنا الدولي استاذ لؤي نعم استاذ حسين تحيه لك تحيه لضيفك العزيز الغالي على القلب حبيبي المشاهدين ونعيم صدام ولو تم موته بالرايه كنت موته بالصافرين نعيم صدام هم يمي والله علم ابو جنات علم الله يحفظك حبيبي استاذ لؤي تحياتنا لك احنا بعثنا لك غير لو كل الحكام كانوا يلحقون بي ما انا ما شايف ارتكاز وسريع الله يحفظك حاج ارتكاز ويطرد عموما اريد اسالك على يعني بعض الحالات اللي دزينا لك اياها على امل ان تسعفنا بها وتسولف ويانا واهم عندنا بعض الاسئله لك شفتها ان شاء الله الحالات نعم استاذ تفضل بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بالحاله الاولى اللي كانت طبعا النقلتين هي كان ما بيها شيء ولكن اخر شيء تدخل اللاعب المنافس الاحمر اللي كان على خط المرمى ولعب الكره بالكعب مالته ودخلها للمرمى كان هنا عليه الحديث عن مباراه الحديث عن مباراه البرتغال كوريا نعم 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 الحاله احنا جايين نشوفها ونستمع الى حديثك نعم استاذ أي. انا اعتذر يعني التلفزيون مو يمي ولكن انا الحالات مشخصها ومسلسلها يعني بعد التداخل الاخير اللي من اللاعب الكوري اللي لعبها بالكعب هنا كانت هي الرايه مال التسلل اول نقله لعبت من اللاعب الزميل الى ثاني لاعب كان في موقف سليم اللي شد سدد مباشر ولكن تداخل اللاعب الكوري الاخير هو اللي ادى الى رفع رايه التسلل صح. نعم كلاهما نعم واضح الحالة الأخرى كابتن نعم بالنسبة للحالة الأخرى نعم اللي هي هاي الهجمة المرتدة هذه رونالدو لا مو هاي مو يبين عندي انه الباص اللاعب اللاعب الابيض ضد رونالدو نعم رونالدو نعم استاذ مو كلش واضحة عندي نعم مو واضحة عندك بسبب حقوق البل نعم واضح تفضل بس خليني اسألك فكان اللاعب الزميل اللي لعب الكره لحظه لمس الكره كان زميله في موقف تسلل ومتقدم الى المرمى الى مرمى الفريق المنافس واقرب من اخر ثاني منافس واول الكره هسه احنا فكان رايه صحيحه هسه احنا مو بصدد الحاله اوفسايد واضح ولكن كابتن خلف كريم طلب هاي الحاله لان يريد يتداخل وياك في سؤال تفضل ابو احمد الشرف تسلم لي حبيبي نعم لانه انت كل اللي ناخذه منك هي ثقافة للمجتمع كرة القدم تحكيمية نعم رحم الله والديك بارك الله بك أحيانا مثلا هسه كريستيانو رونالدو حوالي مترين ثلاثة هو متسلل واضح ما نعم. كان الأولى لرجل الخط يرفع الراية ويوقف اللعب ليش خلاها تكمل حتى بعدين رفع الراية
طبعاً أستاذ كريم، رفع الرأي لا يجوز إلا أن يكون اللاعب متداخل باللعب النشط الفعال. أوكي. يعني مجرد الجري على الكرة بدون أن تسوي بها أي حركة ما راح يعاقبك براية التسلل، ولكن لحظة لمسك للكرة أو تداخلك مع المنافس من خلال حجم الرؤية زين. أبو أحمد، أكو تساؤلات أنا والكابتن نعيم كنا نسولف على هاي الوضعية. كريستيانو رونالدو وصلت الكرة وهو متسلل، الآن هو لنفرض راح معه هو مع الحارس وصارت عملية ارتطام، يعني تصادم بينه وبين الحارس، وربما هو راح يتسبب يتأذى هو أو الحارس، ليش مو من بداية التسلل نحسبه تسلل؟ سؤال حلو. أكو لاعب زميل ممكن أنه يمكن يجي من الخلف وهو يأخذ الكرة، فعلى التأني احنا عندنا بالحكم المساعد أكو كلمة wait and see، انتظر ثم أعطي قرار. فهنا هو دائما الحكم المساعد وتوصيات خاصة بكأس العالم هاي البروجرام الأخير أنه التأني يلا ينطي القرار. ممكن أنه هذا اللاعب مثلا كريستيانو رونالدو راح للكرة ولكن ما لعبها ولا داخل بها، ممكن أنه يجي زميل إلى من وراء ويلعب الكرة. أما إذا لمس الكرة أو أثر على حارس المرمى في لعب الكرة أو أبعادها، فهناك يكون القرار حتى لو ما كان تلامس يرفع الرأي. أكو حالة أخرى؟ نعم، يمكن عندنا بعد حالة أخرى، يعني في من مباراة الأورغواي غانا كابتن لوي. كاباني. لا، هذه الحالة يعني إلى حد ما يعني كان اختلاف هل هي ركلة جزاء أم لا. نعم. طبعا هنا بهاي اللقطه اللي يعني اللي واضحه لي، نعم، اكو منافسه بسيطه على الكره، ولكن بالتالي اللاعب الغاني وحتى يعني الحكم من راجع للفار، يعني انا في رايي ركله جزاء، لانه كان هنالك سحب باليد وهنالك اعاقه من داخل القدم. لا، يمكن مو هاي الحاله، هاي مال كافاني. يمكن جاي تتحدث عن حاله. لا هاي الحاله عن كفاني، هاي الحاله اللي تتحدث عنها هو صحيح. نعم، هاي الحاله صحيح، ما شايف. لا انا عندي الثلاث حالات اللي دزيت ليها الاستاذ. نعم هاي الحاله، نعم، وانت تتحدث عن هذه الحاله، صحيح. نعم، استرسل لاستاذ لؤي. نعم، ف يعني انا استغرب الحكم انه من راح للفار وشاف هذه الحاله، يعني هنالك كان يعني اللاعب الغاني ما كان يبغي لعب الكره نهائيا، والدليل انه كان هنالك سحب باليد وكان هنالك عرقله بالفخذ، واستغرب الحكم من راح الفار وما اقتنع انه يدق هذه الجزاء. نعم، ركله جزاء. نعم، انا اشكرك جدا، حكمنا الدولي المتالق دوما، حكما ومحللا تحكيميا. تحياتي لك، ألتقي غدا بإذن الله. نعم، الآن هسه الحالات اللي شفناها يعني نادرا ما جاي نختلف ويلوي. ليش ما نسوي استوديو تحكيمي؟ هو نجيبه ويانا. لا احنا بدون يعني تخصص من شاهدنا الحالة أجمعنا عليه أنه جزاء، ضربة جزاء. وما أكد أستاذ لؤي حقيقة، والحكم واضحة، حالة واضحة يعني وراح، وهذا الهدف كان يمكن تأهل يأهلهم لا دور 16. شوف، خطأ واحد، خطأ فرصة هي ما أهلتك. والمستغرب أنه راح للفار، يعني ما أعرف شنو. على العموم أنا أتوقع الحكم بعد هذه المباراة بعد ما راح يحكم دور 16 ولا دور. نعم، يعني إحنا هواية تناولنا اللاعبين وتناولنا الحكام وسولفنا على الضغوطات السياسية وسولفنا على الضغوطات الإعلامية. خلينا نشوف شلون تتهيأ أرضيات ملاعب مونديال الدوحة 22 في التقرير التالي. أهلا بكم أحبتي مجددا. تقرير انطانا انطباع، يعني احنا نشوف المباراة ولكن العشب تحت أقدام اللاعبين حكاية أخرى. أنا أقول الله يساعد لاعبي العالم الفقراء في الدول الفقيره اللي ما لاقي لهم ملعب ثيل يلون عليه، مو ملاعب بهذه الجوده وبهذه المستويات من الرقي. وهم يعني احيانا من نروح لافريقيا، الدول الافريقيه
تلقى يمكن حتى كرة ما هي موجودة والملاعب الترابية، لكن تنتج لاعبين من تحتضنهم أوروبا يغيرون شكل البلدان من يرجعون لبلدانهم. ولهذا اليوم العالم في تطور. يمكن أنت مرة سألت على الحكم الريبوت، ممكن روبوت ممكن يحكم لنا مباراة كرة القدم. العالم في تطور والتكنولوجيا سواء في أرضية الملعب بالمجسات بالكمبيوتر بالفار بكل شيء، لأنه اللعبة أصبحت طبعا هي اللعبة رقم واحد بالعالم. نعيم يعني أنا في واحد رأسا يمر إلى ذهني كرة بلدي، ما شفت ملعب عشب أخضر كله أصفر حتى من زمان، يعني من زمان ماضي. إحنا نروح نلعب برا أفضل لأن الساحات أفضل، ساحات عدلة. نعم لا هسه ترجعنا على بغداد، يعني أفضل من ما شاهدنا. بس أرجع للأستاذ خلف ما تحدث به، لو نرجع للأساس شلون صارت هذه الملاعب، شنو اللي تحكم بالمواضيع وخلى المواضيع تصير بهالجودة وهالدقة وهالتفاصيل الدقيقة والكبيرة؟ المال، نوجد المال، انطيني مال أسوي لك من أفضل ما يكون. والدليل أنه الآن قطر تملك المال، عملت يمكن ما أقول ما عجزت عنه دول العالم كلها، دول العالم هسه كل دول العالم من أفضل الملاعب الموجودة في دول العالم هو موجود في قطر. نعم يعني خل هذا التقرير يمكن تقرير يمشي شوية، يعني ما أريد أقول غريب ولكنه تقرير فني مادي أكثر مما هو كروي. أنا ما رحت بال 2010 إلى إيطاليا دورة، كنت في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم مع جملة من يعني رؤساء الأندية، ذكر شرار وسعد مالح جزائر سهلاني. كان العشب بال 2010-2011 عشب مركب بين طبيعي ما بين الطبيعي والصناعي، وانا اقص هذه اللي اقص الطبيعي ويتساوى، وحتى يكون ذاك الكمباوند يطي في الديمومه ويصير حامي يغطي العشب الاخر. دعوني اذهب الى فقره خبر وتعليق واحتاجكم بها. في فقره خبر وتعليق سجلت لنا مفكره مازن السريع، اولا بالرغم من الاعتراض الألماني على الهدف الذي سجله المنتخب الياباني في دقيقة 51 في شباك إسبانيا، إلا أن الرقاقة المستشعرة الموجودة في الكرة الرحلة أيدت صحة هذا الهدف، والذي يعني منح منتخب الساموراي تصدر المجموعة بست نقاط ومرافقة الإسبان وإزاحة الألمان بفارق الأهداف. يعني الرقاقة أو التكنولوجيا تثبت صحة الهدف. يمكن احنا ما نقدر نعترض على الفار ولا الرقاقه ولا اي شيء اخر، لكن يمكن تكلمنا وياك بهذا الموضوع. نعم اللحظه اللي لامست الكره الارض، نعم انت نبهتني على نقطه، قلت لي كابتن خلف ايش قد تلامس الارض؟ نعم. سنتيم سنتيمين هي لا. على الارض لا نقطه 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 في نظر عين الكمبيوتر، في عين يعني تجيب كره مال بلياردز تحطها على هذا السطح المستوي تلامس في نقطه، في هذا العلم في نقطه مؤاني. في نقطه الآن أنا وياك يمكن ردنا نتفق على نقطة أنه أكو حوالي 3 سنتيمترات، خمسة هذه الصورة اللي على اليمين تشوف الكرة طالع. مو لكن هذا الخط العمود اللي يرسم من فوق اللي هو اللي انحناء الكروي راح يسقط على نهاية الخط، يسقط على الخط وهي نازلة مثل ما أنت تفضلت واليوم شرحت النهاية. خلف هذه مو كرة قدم هذه ولا قانون هذا علم هذه هندسة. ليش هندسه؟ انت من تغذي الكمبيوتر بمعلومات يعطيك نتائج. هسه انا اذا انطي للموبايل اقول له يا ترى الواحد زائد واحد ثلاثه، صح ما ينطيني اثنين، ينطيني خلاص ينطيني ثلاثه. هو هذا العمود الساقط الملامس التانجنت التانجنشال المماس من يسقط على هذا. اريد اسالك سؤال، هم احتسبوا الكره داخل الملعب باجزاء من المليم، اجزاء عشر من المليم، زين ما هذا الخط هل يمكن أن يكون عدل بهذه الدقة بهذه المنطقة؟ الخط الأبيض مرسوم على العشب، العشبة أعرض من المليم، أعرض من المليم، صحيح. يعني ممكن أن تكون عشبة داخل عشبة خارج. حتى الكرة نفسها شوف شلون ضربها وضربت بالأرض، الكرة نفسها نعيم من تضربها وهي مضغوطة بهواء ممكن أن يتغير شكلها في لحظة معينة، صحيح. في أجزاء من الثانية. إحنا هسه أنا شو أقول علقت على هذا الهدف، علقت هذا الهدف صحيح تقنيا لكن على الأرض لا يمكن الحكم عليه. ولو كانت فار ما موجودة وموجود لاين من
المساعد مو خط المرمى لغي الهدف، مستحيل ينطي الشوط هذا الهدف. هذا مجرد مرينا عليه بسرعه يعني. هذا اسمع رايك استاذ، ولو شوف الكره يعني اعتقد نفس الحاله. نعم. شوف الصوره اللي على اليسرى، محيط الكره اعتقد ملامس، ملامس تراه ملامس، ملامس. نعم. لو نباوحها من هنا ايه، بس من اخذها من فوق من زوم بينت انه الكره ملامسه الخط، ولو جزء جدا جدا هو خلاص القانون يقول خارج محيط الخط اجزاء المحيط. من المليم. نعم هي اجزاء هي من المليم، هي ملامسه باجزاء من المليم، ولكن في لحظه معينه ضغط الكره و افتراضات. يعني اقول لك هو افتراضات، هو الخط هذا موس الاستشعارات يعني. انت انت تقبل باجزاء من المليم ولا تريد ان تصدقني بان الكره تنضغط. خلينا نروح للهدف لا زلت مصر انت هذا على الموضوع. خلينا نروح، لا انا ما اتحدث معاك، بالعكس اللي يختلف. مع انتهاء دور المجموعات في مونديال قطر 2022 ودع مجموعه من مدربين المنتخبات المشاركه مراكزهم بعد عدم وصول منتخباتهم للدور الثاني، وبينما كان المدرب البرتغالي للمنتخب الإيراني كارلوس كيروش أول المغادرين، تناقلت بعض الأنباء احتمالية مغادرة الإسباني فيليكس سانشيز على وشك مغادرة تدريب المنتخب القطري، فيما أعلن الإسباني روبرتو مارتينيز مدرب المنتخب البلجيكي انتهاء مهمته مع المنتخب بعد الخروج المبكر. إلى ذلك أعلن الأرجنتيني تاتا خيراردو أو جيراردو مارتينو انتهاء مشواره مع منتخب المكسيك. في الوقت ذاته يتعرض مدرب المنتخب السعودي، هذا صاحبك هيرفي رينارد، يعني تمتدح لانتقادات واسعة تحمله مسؤولية الخروج المبكر للسعودية. قرارات سريعة، أنا أقول مو بس قرارات سريعة، بس خلينا نروح مع الأخير. أول يوم هرناند بطل قومي، بالقمة بطل قومي، قد يكون أحسن مدرب، ونسمع المحاضرات وحالات العصبية اللي بالداخل والتحفيز، في لحظه من اللحظات يقولون لا خلينا نشيله. يمكن انا اعتقد ما سمعت، ما اعتقد انا اقول قرار خاطئ. اللي وصلني الخبر انه ممكن هو راح يشاركون متمسكين، وراح يشاركون في بطوله الخليج مع بعض اللاعبين المنتخب الاولمبي مطعمين بالمنتخب. انا سمعت على ذكر بطوله الخليج ايضا صار تاجيلها الى مرحله ولم يتم نقلها. لا لا لا، انه تم نفس الموعد قائمه في نفس، على انه هو نفس المدرب يقود المنتخب السعودي بالمنتخب الاولمبي مطعم بلاعبين منتخب الوطن من المنتخب. نعم يعني عموما انا اريد ارجع الى نتائج مباريات اليوم. غانا 1 عفوا الكاميرون، احب غانا العلم ربعك الكاميرون 1 البرازيل 0 0 يعني مفاجآت، ما نقول عليها مفاجآت بس، لكن هي هذا بعد يعني صعب تغلب البرازيل وما تتأهل. ابو احمد صعب انه بعد تتوقع، لا لا انتهت مرحله التوقع. انا اعتقد انه هناك معطيات واداء قدم من خلال دور المجموعات راح يكون هو بنسبه كبيره هو اللي يكون المسيطر على التوقعات. خلف لان البرازيل يعني مستعده ان تخسر الان، لكنها غير مستعده ان تخسر بكل تاكيد. بس ابو علي راح انبك على شغله. نعم المرحلة الإقصائية راح تلعب مو بال90 دقيقة، تلعب بال120 دقيقة. يعني لا اكو موضوع اخر مهم جدا، ايش وين اوصلك انا؟ تعتمد على ايش تريد؟ نعم احسب حسابها، احسب حسابها، وبعدين اكو ضربات جزاء تحسم مباريات. اليوم احنا شاهدنا في هذه البطولة قمة ارقى حراس المرمى اللي موجودين بال. اروح الى المباراة الثانية في المجموعة ذاتها، سويسرا 3 صربيا 2. نعيم يعني هم الفريقين كانوا يستحقون، لكن اعتقد هم سويسرا اللي كانوا احق في ظل التفوق على فريق صربيا. نعم يمكن ما شايف لعبات صربيا القديمه هذا عندنا حلقه خاصه. نعم عفوا استاذ خلاص. لا انا اعتقد الفوز الاولاني اللي فازوا به سويسرا هو اللي جاب لهم هذا، يعني عندهم 3 نقاط نعم سابقه، نعم هي اللي خلتهم يكونون ياخذون البطاقة الثانية لعبوا باسترخاء أكثر. قبل أن أختم أريد أن أنتقل إلى مباريات يوم غد. باشر إقصائيات، باشر الماكو رد. هولندا بطل المجموعة أي من دون هزيمة 7 نقاط، أمريكا وصيف بي ب5 نقاط. أنا أقول الفريق الهولندي يفوز، يعني
في ظل التوقعات انه الفريق الهولندي هو الافضل الافضليه بهذه المباراه. انا من وجهه نظر رياضيه يعني وليست سياسيه، ان شاء الله هولندا تفوز رياضيه كلش. حطيت كلمه حطيت كلمه ان شاء الله. لا هي بينها رياضيه ان شاء الله. المباراه الاخرى الارجنتين بطل المجموعة سي بستة نقاط. نعم. استفاق إفاقة. نعم. وكأنه يعني بدأ وخزو الأرجنتين. استراليا وصيف بستة نقاط أيضا. أعتقد أنه الفريق الأرجنتيني بدأ الأداء التصاعدي يظهر عنده من خلال المباراتين الأخيرة، وفرصة أكبر من فريق الاسترالي. يعني منتخبات آسيا يمكن هلا باكر أمريكا. أنا أقول الأرجنتين معه يجب أن يعود ميسي متألقا، لأنه بهاي البطولة خلال كل المباريات الأقصى التصفيات اللي شفناها ما شاهدنا اللاعب الأبرز خلال هذه المباريات. هل يعود ميسي مع الأرجنتين؟ هذا سؤال. والله أنا خلاص أقول هولندا أمريكا يعني إيش قد أمنياتي، ولكن بها إمكانية. بس هاي بميسي بدون ميسي يمكن محسومة إلى حدود بعيد. إلى هنا أختتم معكم على أمل أن ألتقيكما وألتقيكم أحبتي المتابعين في حلقة مقبلة إن شاء الله في التوقيت ذاته يوم غد إن شاء الله. تصبحون بألف خير.